طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان داخل معسكر دعم السريع، وقت الدعم السريع ببطانه منطقه قرعه، وزي ما شايفين دل الغنايم، شايفين العربات والبوابير دي كلها غنايم ما شاء الله، طبعا المكاسي دي كلها غنايم الدعم السريع بمنطقة البطانة. وده العيش، ده العيش ما شاء الله طبعا غنى، ده العيش، ده العيش فوق 100 شوال، العيش 100 شوال عيش، ده مخزن اول في مخزن ثاني. الحمد لله المعركة دامت من ليلة امبارحة حتى الساعة 6 صباحا، معركة حامية الوطيس انتصرنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتصر الله ينصركم ولا وانتصر الله فلا غالب لكم. نحن الان الحمد لله استلمنا معسكر الدعم السريع بطانه منطقه قريعه، ولله الحمد حقهم حقهم جاهد بالتعاقات،